اسلام. منور يا كابتن اسلام واستاذ عمرو عفيفي، منورين. استاذ مهيب الله يصحتك وبركاته. والله وانا عايز اقول لكم انتوا بتتكلموا في حاجه خطيره جدا جدا، هي مستقبل الرياضه في مصر. يعني اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مستقبل الرياضه في مصر، والراجل اللي قاعد قدامك الاستاذ عمرو ده، احنا يعني السنتين اللي فاتوا الكلام اللي بيقوله ده يعني حصل حاجات غير طبيعيه وغير، ويمكن لسه كلمه كان بيقولها لك ان لجنه البث ما كانتش بترضى تقعد معانا، كانت يعني امور غير طبيعيه كابتن اسلام كانت بتحصل، مش عارفين لحساب مين وعشان مين. يعني الكابتن الجميل الكابتن ممدوح عباس والكابتن الجميل الكابتن حسن حمدي كانوا محسسين ان هم قاعدين في برج القاهره، والناس اللي تحت دي اقزام بيبصوا لها، مع ان الناس دي هي اللي بتصرف عليهم. يعني المفروض انا داخل معاك ديلة كابتن اسلام، او داخل معاك في 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 شغل وبديك فلوس. استاذ مهيب انت بتتكلم على الكابتن ممدوح، على الاستاذ ممدوح عباس والكابتن حسن حمدي كرؤساء او رئيس ونائب رئيس في لجنه البث يعني. طبعا ما كانش في حاجه بتدار الا بيهم. نعم. هم اللي عطلوا عجله الرياضه في مصر، خلينا نكون واقعيين. يعني الكابتن حسن، معلش الناس تفهم برضه، استاذ مهيب الكابتن حسن حمدي رئيس اكبر نادي في مصر وفي افريقيا، والكابتن ممدوح عباس رئيس واحد من اكبر الانديه في مصر وافريقيا، هم اللي هيعطلوا الرياضه. انا بقول لحضرتك مع احترامي النادي الاهلي ومع احترامي نادي الزمالك، انا ماليش علاقه بالكابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي، انا بتكلم على الكابتن حسن حمدي. أيوة. رئيس لجنه البث. انا بس عشان الناس تفهم يا استاذ. لا عشان احنا مش ضد حد يا كابتن اسلام. نعم. لكن الناس دي وقفت الرياضه في مصر، الناس دي وصلت ان انت كنت بتدفع ملايين وممكن ترفع السماعه تقول لك ما تدخلش الكاميرا بتاعت قناه في ايه الشغل ده؟ ايه الشغل ده؟ يعني ايه الشغل ده؟ وكان حاجات بتحصل غير طبيعيه، احنا كنا في مهزله، يعني احنا كنا في مهزله وبندفع ملايين على دوري ما بيدخلش جنيه، ودخل في اعلان ودخل في عند ودخل مجالس ادارات ودخل شيكات ورفع قواضي حاجات. هي دي الكره المصريه؟ نعم. انتوا عايزين الكره المصريه تنجح بالشكل دوت؟ انا بقول لك عشان بس يمكن في معلومه انا بقولها ليك والاستاذ عمرو عفيفي، ان الدوري المصري في اتجاهه ان هو يباع حصريا عشان نبقى واضحين. ولسه كان بيقول الاستاذ عمرو هذا الكلام. الكلام ده انا كان ليا جلسه مع الكابتن طاهر ابو زيد فلانه، وكنا مع بعض، وقال لك عشان مصلحه الانديه ان الدوري هيباع حصريا من عشان الانديه وعشان ما كل ده جميل. ده الكابتن طاهر اللي قال لك الكلام ده؟ ده كل الكلام ده جميل يا كابتن اسلام. نعم. يعني احنا مع الانديه، ومع الانديه ان هي تبقى يعني مجالس ادارتها قويه، ومع الانديه ان يبقى في فلوس، ومع الانديه ان هي تدفع عقود لعيبتها، لكن فين؟ بايه؟ ايه العوامل؟ يمكن استاذ عمرو قال كلمه جميله جدا، عايز تعمل حصر اعمله حصر، بس مش السنه دي. السنه دي انت طالب في الدوري 100 مليون في السنه. 100 مليون في السنه ازاي؟ وبمين؟ مين هيدفع 100 مليون؟ يعني كل قناه مش اقل من 10 مليون، مين هيدفع الكلام ده؟ والتجربه اثبتت فشلها، يعني لجنه البث اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت اثبتت فشلها في بيع الدوري ب 10 مليون 580 الف، ازاي؟ 10 مليون 580 الف وبدون جمهور، والاهلي في مجموعه والزمالك في مجموعه، الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي بتفكر ازاي؟ هو مين ماسك الرياضه في مصر؟ بيفكروا في ايه؟ وبيفكروا لمين؟ يعني الموضوع انت بتتكلموا في موضوع كبير جدا، لكن انا بقول لك كابتن اسلام والاستاذ عمرو يمكن يعني قاعد وموافقني في الكلام ده، السنه اللي فاتت عملنا ان كل مجالس ادارات القنوات تقعد مع بعض، كل اداره مجالس القنوات ما عندهاش مانع، المشكله في الوكالات الاعلانيه. يعني هي القصه في الوكالات الاعلانيه، لكن انا بطلب والاستاذ عمرو قاعد ان لازم يكون في اجتماع ما بين لجنه البث، ما بين اتحاد الكوره، ما بين وزير الرياضه، وما بين رؤساء مجالس ادارات القنوات، ومعاهم الوكالات الاعلانيه. لو المجموعه دي قعدت مع بعض هتشوف حاجه تانية خالص. ليه ما يقعدوش مع بعض؟ لو الناس دي بتفكر في صالح الكره المصريه، ليه المجموعه اللي انا قلتها دي ليه يستحيل تقعد مع بعض؟ ليه؟ ده انت هيبقى كل قناه ممثلها رئيس مجلس ادارتها، يعني هيتاخد قرار في الاجتماع ده، قرار فوري وهينفذ، ويبقى على مسؤوليه كل الناس. ليه ما يحصلش كده لو الناس عايزه كره في مصر وعايزين مصلحه مصر وبيدوروا وكل تلم مره واحده لما مصر اتغلبت من غانا 6-1 وكله قاعد يحط ايده على خده؟ ليه ما بنجتمعش الا في الازمات؟ ليه ما بنجتمعش ان احنا نعمل حاجه من اجل كره القدم المصريه؟ ان هو فكر في كاس العالم اللي جاي، ليه؟ كل واحد يطلع لوحده وكل واحد ماشي لوحده وكل واحد ماشي على جنب. معلش انا قطلت. لا حبيبي اشكرك يا استاذ مهيب، الحقيقه كلام منطقي وكلام محترم. استاذ مهيب عبد الهادي مدير برامج البرامج الرياضيه في قناه الحياه، اشكرك يا فندم على
كلامك، وواضح ان نفس طريقه كان بيتكلم بحرقه مهيب، واضح ان هو سمع حاجه في غانا. لا انا بص انا يعني طبعا الموضوع، انا طبعا انا من الناس اللي تحترم ومعجب جدا بالوزير طارق بوزيت جدا، هو ستريت وبيتكلم بصراحه وواضح.